لو كان كل واحد منا زرع شجرة وقابلها باش تطلع وتعلي، غادي تشوف 50 عام البلاد كيف تولي جنة أخرى بلا ما تولي. لكن هاد الشيء إلا ما جات شي غلطة من عند شي متهور، واللي طلع في 50 عام ولا 100 عام في دقائق يرجع رماد ودخان. بلا هاد لو كان ولو كان، المغرب جنة، أكبر غابة في شمال إفريقيا، وعندنا الأرض أكثر من جميع البلدان، وغير حنا اللي عندنا الأرقام. الحمد لله ونحافظوا على النعمة ونردوا البال مزيان. هي في الغابة وبالأخص حنا اللي مع الغابة جيران. الغابة نعمة بحالها بحال الدار، حرام تضيع بسبب النار.